من جديد أهلا بكم. قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط دعوا اليوم إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن لمدة 12 ساعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة. تصريحات فابيوس جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في باريس بشأن غزة. بدت نظرة تفاؤل على حديث وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقب اجتماع باريس بشأن غزة، حيث عبر عما اتفق عليه المجتمعون من ضرورة تحويل وقف إطلاق النار المعلن لمدة 12 ساعة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى وقف دائم لإطلاق النار. كان هذا الاجتماع إيجابيا، تمكنا من مناقشة وجهات نظر مشتركة حول عمل دولي لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن جميعا ندعو الطرفين إلى تمديد وقف إطلاق النار الإنساني الذي يجري حاليا. كل منا يريد الحصول عليه في أسرع وقت ممكن. وقف إطلاق النار قابل للتفاوض ويستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية واحتياجات الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية وحرية الوصول إلى أراضي غزة. ويقود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 يوما باجتماع يشارك فيه وزراء أوروبيون فضلا عن وزيري خارجية قطر وتركيا، وهما محاوران رئيسيان مع حماس، حيث ترفض الولايات المتحدة التعامل مع الحركة وتعتبرها جماعة إرهابية. أريد أن أعرب عن تقديري للكم الهائل من العمل لكل من وزير الخارجية القطري خالد العطية ووزير الخارجية التركي داوود أوغلو في الأيام الأخيرة للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار على المدى القصير، والتي نأمل جميعا أن يتم تمديدها إلى فترة أطول، حيث يحق للأطراف العمل معا نحو وقف إطلاق نار مستدام. هناك جهود على المدى الطويل للعمل على القضايا الصعبة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. أريد أن أؤكد لجميع المشاركين زملائنا وحلفائنا أن تركيا سوف تعمل بجد لوقف إراقة الدماء على الأرض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعند نهاية هذه الجهود يكون حل الدولتين هو الحل الحقيقي لكل هذه الكوارث وسفك الدماء. ولم تخف تركيا رغبتها من لعب دور رئيس في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، وبالإضافة إلى الدبلوماسي الكبير من الاتحاد الأوروبي بيير فيمون، أعرب وزير الخارجية الألمانية عن أمله في أن تلتزم إسرائيل وحماس بالهدنة تمهيدا لحل مقبول من جميع الأطراف. أمل أن ننجح في تحويل وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت الذي تم الاتفاق عليه من قبل إسرائيل وقطاع غزة، والتي على ما يبدو جرى احترامها في الساعات الثلاث الأولى، إلى وقف إطلاق نار دائم. علينا أن نكون واقعيين اليوم. يمكن أن يكون الاتفاق لبنة لتأمين وقف إطلاق النار دائم، لبنة يجب على كلا الطرفين العمل معا. هذا يفسر أهمية اجتماع باريس، والتي آمل أن يسفر عن وقف دائم لإطلاق النار. وتبقى العبرة بترجمة الهدنة على الأرض، فحماس أعلنت أن جميع الفصائل الفلسطينية ستلتزم بالهدنة، فيما تقول إسرائيل إنها ستستمر في هدم الأنفاق التي يتسلل إليها مقاومون فلسطينيون. قال القيادي والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إن الشعب الفلسطيني هو من يدفع من دم أطفاله وشيوخه ونسائه، داعيا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ألا يصمت على ما حدث في فرنسا من تجاوز للأعراف الدولية التفاوضية. وأكد دحلان أن المبادرة المصرية هي الأساس، مع الأخذ في الاعتبار مطالب المقاومة الفلسطينية، وأن محاولة الالتفاف على المبادرة المصرية هدفها إعطاء الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الوقت للتدمير والإجهاز على مقدرات المقاومة. معنا من مدينة رام الله السيد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، وفي الاستوديو الدكتور نواف التميمي الكاتب والمحلل السياسي. سيدي أهلا بك، نتحدث هنا عن هدنة إنسانية
مددت لأربع ساعات، لم تعترف بها حماس، واصلت إطلاق الصواريخ. إسرائيل أيضا لم تعترف بها، ويجري الحديث عن تمديد لأربع وعشرين ساعة إضافية. ما الجدوى من هذه المفاوض من هذه التهدئة الإنسانية؟ يعني حقيقة المراقب لما يجري منذ أيام يصل إلى نتيجة بأن التعقيدات السياسية أو التعقيدات الدبلوماسية التي تجري على أكثر من جبهة في الخارج، وللأسف يعني هي نتيجة اصطفافات سياسية ونتيجة اعتبارات سياسية أبعد ما تكون عما يجري في غزة، تزيد من تعقيدات جبهة القتال الواقعية. وللأسف أن الكثير من الأطراف السياسية سواء الإقليمية أو الدولية ربما أنها لا تدرك بأن الزمن في غزة لم يعد يقاس لا بالساعات ولا بالثواني ولا بالأيام، وإنما يقاس بالدم الفلسطيني. هذا الدم الفلسطيني، عدد الشهداء، عدد الجرحى، عدد حجم الدمار الذي تحدث آلة التدمير الصهيونية في قطاع غزة يزيد في كل لحظة وفي كل دقيقة. ومن هنا نرى بأن هذه التعقيدات الدبلوماسية والسياسية للأسف لم تكن بمستوى ما هو مطلوب من المجتمع الدولي من أجل إيقاف نزيف الدم الفلسطيني. كما قلت، التعقيدات السياسية السائدة في المنطقة، التعقيدات السياسية الجارية حتى بين الأطراف الدولية نتيجة تعقيدات أو نتيجة تشابك ملفات دولية أخرى للأسف يجري تصفية هذه الحسابات. أن الحل السياسي والتعقيدات السياسية هي تنعكس سواء على الميدان. دعني أستطلع رأي السيد بسام الصالحي. سيدي، هنا هذه الهدنة التي وصفت بالإنسانية، لكن عمليا هي تبدو مهلة زمنية لتذخير البنادق من جديد للطرفين، وحتى الجانب الإنساني ليس لأحد علاقة فيه. لا، هو واضح بأنه هذه الهدنة الإنسانية، أولاً أي شكل من أشكال وقف العدوان الإسرائيلي هو مطلوب ومرحب به بالشكل عام، ولكن المشكلة في حقيقة الأمر أن لا يوجد رغبة جدية فعلية في الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان ومن أجل ضمانات فعلية بفك الحصار عن قطاع غزة. هذا هو جوهر المسألة. ولذلك طبعا من الواضح بأنه موضوع الهدنة الإنسانية هو جاء مخرجا بسبب غياب الإمكانية للوصول إلى هدنة فعلية. ودعني أقول هنا بكل وضوح بأن هذه الطريقة من الهدنة الإنسانية هي محاولة تمرير لصيغة للهدنة ربما حتى أقل مما جاءت في الورقة المصرية. ولهذا من المهم مواجهة الواقع كما هو، أن هناك عدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، هناك مطلب مشروع ملتف حول كل الشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار يجب أن يحصل، والأهم من هذا وذاك أن هناك احتلال يجب أن ينتهي. ولذلك نحن ما نريد في الواقع هو تجاوز مسألة وقف العدوان إلى مسألة إنهاء الاحتلال أيضا، لأن إذا كانت هناك جدية من الأطراف الدولية مهم أن يتم وقف هذا العدوان، ولكن مهم أيضا إنهاء الاحتلال الذي هو مصدر كل المآسي وهو مصدر الحصار في غزة والاستيطان في الضفة وكل الإجراءات الإسرائيلية. جميل، أعود إلى سيد نواف. هنا كما تفضلت أن تعقيدات إقليمية هي ما تحول دون التوصل إلى حل، ولكن هنا دعنا نفحص بنظرة ثاقبة هذه التعقيدات الإقليمية. من يريد أن يستفيد من الدم الفلسطيني الآن؟ يعني هو لا شك، يعني ويجب أن لا نناور كثيرا بالتعريف بأن الموقف الدولي وللأسف يعني تحديدا الموقف الأمريكي وموقف الدول الغربية هو موقف متواطئ مع إسرائيل. هذه مسألة يعني لم يعد يشك فيها يعني شخص عاقل. هذه أولا. من الناحية الإقليمية ندرك تماما بأن هناك تجاذبات إقليمية نحو حالة من فرض دور، كل دولة تحاول أن تلعب هذا الدور، سواء تعلق الأمر بمصر أو تعلق الأمر بقطر أو تعلق الأمر بتركيا أو دول أخرى. هذه التعقيدات التي أنا أقول بأنها تصب يعني الزيت على النار وتزيد حجم المعاناة وحجم المأساة الفلسطينية، وتبدو إلى حد أنها شريكة
في قتل الفلسطيني وفي سفك الدم الفلسطيني وفي تدمير البنى التحتية وكل ما هو على الأرض وتحت الأرض في قطاع غزة، هي للأسف كما قلت متواطئة بدرجة ومشاركة بدرجة في هذه. ولا تبحث عن حل حقيقي. نعم. طيب أتحول إلى فرنسا حيث السيد هشام عبود الكاتب والمحلل السياسي. سيدي أهلا بكم. نتحدث عن أن فابيوس كان مبتسما، كان متفائلا، ولكن للأسف بغير محله تمخض الجبل وولد فأرا. هو بعد كل هذا الاجتماع تحدث عن هدنة 12 ساعة، هل هذا ما كان مرجوا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ما كان مرجوه هو هدنة لمدة 7 أيام، يعني بعد ما كانت هدنة ل 24 ساعة إنسانية، كان جون كيري يأمل أن تمتد الهدنة إلى مدة 7 أيام، ولكن ما نعلمه إلى حد الآن هو أن حركة حماس هي التي رفضت هذه الهدنة لمدة 7 أيام، حتى وإن كان الجانب الإسرائيلي قد عبر عن انشغاله وعدم تقبله لهذه الهدنة، معتبرا أنها في صالح الطرف الفلسطيني أكثر مما هي في صالح الطرف الإسرائيلي. طيب ما هي الدلائل على هذا؟ هو الدلائل يعني بالنسبة للإسرائيليين يعتبرون حركة حماس حركة إرهابية، وأن أمريكا لا يمكنها أن تتحاور مع هذه الحركة، مع هذه الحركة، ولكنها بالنهاية تتحاور من خلال وسطاء الأتراك والقطريين. وهذا ما لاحظناه. هو على كل حال في اجتماع باريس تم تغييب الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والمصري كذلك، الذي لعب دور في محاولة تقارب بين وجهات نظر. طيب. ولكن الجانب القطري يبدو أنه هو الذي ينوب على الجانب الفلسطيني. نعم، أنا أكتفي بهذا القدر. السيد هشام عبود الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من فرنسا. أعود إلى السيد بسام الصالحي. هنا نتحدث كما أشار السيد محمد دحلان القيادي الفلسطيني عن أن هناك تجاوزا للأعراف التفاوضية كما هو معروف في الدول، غيب الجانب الفلسطيني تماما. أنت كيف تنظر لهذا الموضوع، أن يبحثون عن حل فلسطين بغيابهم؟ هذا مع الأسف الشديد هو نتيجة خطأ استراتيجي كبير في اعتقادي ترتكب حركة حماس بدرجة أساسية. كان الأجدر أن يتم استكمال التواصل الفلسطيني. لماذا حماس سيدي؟ لماذا حماس تواصل. لماذا لا نقول نعم. إن السلطة والرئيس عباس هو من ارتكب هذا الخطأ؟ لا 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 لا، دعني أحدد في هذا موضوع. المعروف لحركة حماس أنها لا تستطيع أن تتفاوض بشكل مباشر، ومعروف تماما بأنه هذا ليس برغبة فلسطينية، لأن هناك أطراف دولية ترفض التحاور مباشرة مع حماس. نحن كنا نريد، وبالأمس كان هناك تواصل مع الإخوان في حركة حماس، أن تبقى مسألة التفاوض الفلسطيني عبر اتفاق كامل. دعني هنا أقول بوضوح، الآلية لذلك أن يتم اتفاق كامل بين كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد وكافة القوى، وأن يحمل الرئيس أبو مازن موقف الكل الفلسطيني في أي مفاوضات جدية من أجل وقف إطلاق النار. هذا هو الذي يعطي الفلسطينيين القوة أكبر في الجانب التفاوضي. ولكن الخطاب الأخير للسيد محمود عباس هو قد اتسق مع روح المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا يطرح مسؤولية أخلاقية على الأقل في أن يكون حاضراً. نعم، ولكن هو لم يكن مدعوا اصلا كي يحضر. يعني المشكله ان نعم. الطرف الامريكي بشكل خاص هو يريد التعامل حتى في هذا الموضوع، وكان نعم. الجانب الفلسطيني هو جانب يعني ليس اساسيا في هذا التحاور. انا دعني اقول بوضوح باختصار سيدي لو سمحت، مؤتمر باريس، كل فكره مؤتمر باريس عليها علامات استفهام كبيره، ولهذا السبب المخرج المباشر هو أن يكون هناك تواصل فلسطيني كامل ومتكامل، وأن يكون هناك استعداد واضح من حركة حماس ومن الجميع
أن يتم التمثيل الفلسطيني في أي مفاوضات من أجل وصلت وقف النار عبر الأداء الشرعية الرسمية الفلسطينية ووفق الخطاب المتفق عليه أو الاتفاق. أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك لضيق الوقت. السيد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول للدكتور نواف التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ستبقى معنا سيد الكريم على طول هذه التغطية. إذن مستمرون معكم في ملفات حيث نناقش. بين الهدنة والتصعيد، بين السياسة العراقية وداعش، عشائر عراقية تعلن الحرب على داعش بعد البيعة.